السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أي محور عندنا هو محور من أكون. نبدأ نتكلم عن ملخص المحور ده، وأول موضوع في المحور اسمه أنا مميز. طب المحور ده أو الموضوع ده هنتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم في الموضوع ده عن عندنا قصة وعندنا كلمات وعندنا حروف. طيب إيه هي القصة؟ قصتنا اسمها هيا نتعلم يا جدي. طيب نتيجة كده نشوف بعض احداث القصة دي مع بعض. كان يوسف دائما يساعد امي وابي في اشياء عديدة بالبيت، كشراء الاكل من المتجر القريب والاعتناء بازجار الحديقة. كنت دائما افكر في ان اتعلم اشياء اساعد بها امي وابي في البيت ايضا. قالت أمي: هل تريدين أن تتعلمي ركوب الدراجة ولتساعدين في شراء لوازم البيت؟ قلت نعم. قالت أمي: إذن هيا نتعلم. في يوم من الأيام دخلت المطبخ على أمي وجدي، فسمعتهما يتحدثان عن أكلة ما، ولكن ما جذب انتباهي هو أنني سمعت جدي يقول: هذه الأكلة جميلة جدا، ولكني لا أعرف كيف أطبخها. فقلت لجدي: إذا كنت تريد أن تعرف شيئا فالحل هو أن نتعلم. ونظرت إليه وقلت: إذن هيا نتعلم يا جدي. كده قصتنا خلصت، وإحنا نشوفها مع بعض إن شاء الله في المحور ده. بعد كده عندنا تاني حاجة الكلمات الشائعة. عندنا كلمات شائعة زي ايه؟ قال، قالت، انا، ابي، امي. بعد كده عندنا الحروف. في المحور ده عندنا ثلاث حروف. ايه هي الحروف اللي علينا في الموضوع ده؟ عندي حرف الألف وحرف الميم وحرف الباء. هناخدهم طبعا بالحركات بتاعتهم: الفتح والكسر والضم والسكون، وطبعا هناخد لهم كلمات ونتعرف على أشكالهم في الكلام. احنا كمان يا حلوين عندنا ألعاب جميلة خالص عن الحروف وحركتها عشان نعرف احنا فهمنا الحرف ولا لا. زي مثلا ألف السكون، بدور على كلمة من هنا فيها ألف سكون اللي هي كلمة رأس، برافو عليك. وألف الضم وأذن. كمان عندنا لعبة العجلة الدوارة. العجلة دي بتفضل تلف 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 وتقف فجأة وتطلع لي سؤال: تاء الدم في كلمة تاج ولا خت ولا توت؟ هتبقى في توت. مش بس كده، كمان عندي اللعبة دي اللي بختار فيها كلمات براء الكسر وكلمات براء السكون. فعندي كلمة رجل دي مش هنا، طب عندي قرد دي هنا راء السكون، طب حبر راء السكون، درس راء السكون، ريشة راء كسر. وغير ألعاب الحروف الكتيرة أي عندنا كمان لعبة جميلة أي للقصة، وألعاب كتير أي للقصة، منها إن احنا بنرتب الأحداث. زي مثلا لما نعرف قصتنا طبعا هنعرف نحلها، ناخد مثلا دي نيجي نحطها هنا، اللي غلط فين صح، ناخد دي كده أيوة كده صح.
وبكده نكون خلصنا ملخصنا عن المحور، وإلى اللقاء في المرة القادمة.